جايبينها من الخارج ليس ما طيب شغله وحالة تحديدا ما تنجمش حتى تشريها تقلبها وتزرحك وتمشي في بلاد ساقطة مش موجودة. هذه الصور ما كناش نشوفوها. طول بالي احنا كنا نقولوا هاو تونس باش تعاون اثيوبيا باش تعاون تونس. برا شوف اثيوبيا توا اللي عندها 110 مليون ساكن و 120 مليون ساكن ومساحتها تقريبا قد مساحه مصر وبلد سعد الان. الصور نتاع بلدان نتاع فامين هذه ناس تنقز وتنقز على شكايل بطاطا وتتعارك عليها وبعض المسؤولات. كنت نهار شفت صور هبطهم واحد على الالمان وقت حرب انصرت عام 61 كي اعتدوا علينا الفرنسيس كيفاش يوزعوا معناها في الماكله والحليب على الاهالي خاطر ياس الناس هربوا وصار فيهم في المأساة هذيك. معناها باش نرجعوا توا الحاجات نتاع 50 و60 سنه الثاني قبل كانوا الناس بكري يقول لك عام الدم لانه علاش ولا عام الجلود لانه العباد مشاو للبطوار كلاو جلود ولا شربوا الدم نتاع العلاج باش معناها بكل صراحه الصور هذه لا تاريخ وفي مواد اساسيه وانت ربط بيت وتعرف معناها في كوجينا في تونس اعطيني زيت وبصل وطماطم وبطاطا وفلفل نعمل لك 20 بلا. هكا ولا وشويه طماطم بعجون احنا نحبوها التوانسة دونك لا سيزونمون يبدا من غادي. يعني معناها حاجات اساسيه. اليوم بكل صراحه سولتنا ما تعجبش والسوق ما عادش ريغولي ما ثماش ريغولاسيون. قبل بعض المغازات تعملت بور ريغولي لو مارشي فيهم اللي تخصص لكن ما عادش ريغولاسيون دو مارشي. التونسي تقول لي لا هاب قاعد يشري قاعد يشري. انت ودك تشري له الحليب تحي من جلدك تشري له الحليب انت ما بتخلي ودك بالحليب تخليه بلا لحم تخليه بلا جبن. هذه راهو يعتبروها من المآسي الاساسيه لما النوتريسيون لانها تصل حتى على المقدورات الذهنيه نتاع الاطفال. راهو الطفل قاعد يكبر حتى يوصل 20 سنه هو فات دو كرواسونس فما بالك في لا بتيت انفونس. دونك اليوم بكل صراحه الصور هذه ان شاء الله يشوفها الجمهوريه ان شاء الله يشوفها الحكومه ويتخذوا الاجراءات الضروريه. ونرجع لمشكله اخرى حكيناها توا جمعتين وقت استدعينا حد من اتحاد الفلاحين المنتج يتشكى والوكيل يتشكى والمافيا في كل القطاعات متماعشه. شكرا لك سفيان، شكرا لكل الفريق التقني اللي عملكم.